التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. الميدان الذكي تحفة الميادين، ينطلق الشوط التاسع في أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط التاسع الخاص بالأبكار الثنايا المحليات بشعارات أبناء القبائل القادمين من كل ميادين الدولة للمشاركة، وأبناء دول الخليج كذلك الذين ياتوا الى ميدان المرموم الميدان الذكي في هذه الانطلاقات للمشاركه ليشكل هذه الشعارات تشكل نوعيه جميله على ظهور الاصايل في هذا الانطلاق. انطلق هذا الشوط ونسير مباشره ونتعرف ونبحر في عمق الميدان، وهذه هي اثاره من بدايه الشوط. محمد بن عبد الله بن عايد بن ياعد الحميري الذي يتصدر قائمة هذا الشوط ويتقدم بالمركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني وهذه حفلة لراشد بن حمد بن سعيد بن ملهوف الاكتبي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ووصلت هاملول سيف بن أحمد بن محمد القبيسي تأتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر وهذه أبعاد محمد بن سالم الذي تنطلق. محمد بن سالم المشيقري اللي يأتي في هذه اللحظات، المشيقري يأتي كذلك بمشاركته الجميلة من السلطنة قادم في هذا الانطلاق، بينما المركز السادس في هذه اللحظة أو الخامسة مع بن عويضان، هذه مزون محمد بسهيل بن عويضان العامري في المركز الخامس. أشوف المركز السادس الشايبة لحمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي في المركز السابع والمركز الثامن، هذه الثامنة تواجد مع أسباب مطر بن راشد بن خميس المهيري بن عابد المهيري، والمركز الثامن وصلت له في هذه اللحظات. يا سلام الشاهينية سهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي، والمركز التاسع. شوف يا أبو خليفة سالم خليفة نساير شوي ناخذ التاسع والعاشر، نشوف هذه التاسعة اللي في المركز التاسع. يا سلام يا سلام مخيفة، هذه مخيفة مبارك بن راشد بن عبيد الكتبي، والمركز العاشر مكتوم بن الشيب السبوسي يأتي في هذا الانطلاق مع إبعاد. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع الأبكار الثنايا المحليات في تاسع الأشواط مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والشيق. نعود مرة ثانية بعد أكملنا النداء لأول أيام الثمانية كيلومترات، بعد أن أكملنا النداء للعشر، ولكن أول الأيام انطلقنا مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك نعود مع بن ياعد اللي يقود المسار من البداية. وهذه هي عثار محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري مسيطرة على مقدمة الشوط وتقود هذا المسار، بينما هملولة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي يتقدم في المركز الثاني، بينما المركز الثالث وهذه وصلت الشايبة لحمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي تأتي في المركز الثالث، وأيضا هناك التواجد لأبعاد محمد بن سالم بن سويد المشيقري الذي يأتي في هذه اللحظة على هذا المسار وهذا الانطلاق في المركز الرابع، بينما المركز الخامس أشوف المركز الخامس تواجدت فيه وتقدمت في هذا المسار. يا سلام الله 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 الله، المركز الخامس، هذه حفلة
حفلة راشد بن حمد بن سعيد بن ملهوف الكتبي على المركز الخامس، بينما المركز السادس اللي حلت في سادس المراكز، وهذه أسباب مطار بن راشد بن خميس بن عابد المهيري تتقدم على المركز السادس، والمركز السابع بن عويضان على سابع المراكز، وهذه مزون محمد بن سهيل بن عويضان العامري في هذا الانطلاق في المركز السابع في هذه اللحظة. يا سلام، والمركز الثامن أشوف اللي وصلت على ثامن المراكز، هذه مخيفة لا زالت، مبارك بن راشد بن عبيد بن دقاش الكتبي الذي انطلقت بن دغيش الكتبي عفوا اللي انطلقت، بينما بن دري من الجانب الآخر في المركز التاسع في هذه اللحظات، والمركز العاشر اللي وصلت له مشاهدين الاعزاء ابعاد مكتوم بن الشيبه السبوسي في هذا المسار وهذا اللقاء وهذا الانطلاق، ونوايا احمد بن سالم بن دري الفلاحي. هذه العشر المراكز الاولى المتقدمه في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. نعود مرة ثانية على المراكز الأولى والتقدم على هذا المسار وهذا الانطلاق، لا زالت بالمركز الأول مسيطرة على مقدمة الشوط من البداية. بن ياعد مسيطر على المقدمة وعنده أثارة الشوط من البداية. محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري اللي يسيطر على المركز الأول، والقبيسي على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشوط يحمل كذلك تحديات ولكن الأمور في هدوء. هملو سيف بن أحمد بن بطي القبيسي يأتي في المركز الثاني وغيرت هملولة، ولكن التحرك بدأ كذلك من الشايبة لحمد بن علي بن حمد الدرعي يتقدم، بينما المشيقري كذلك غادم، وهذه هي أبعاد محمد بن سالم بن سويويد المشيقري يتقدم في هذه اللحظات، الغادم من السلطنة كذلك والمركز في مسار الشوط. يا سلام يا سلام، الأربع المراكز الأولى، بن عويضان يأتي في المركز الخامس، بن عويضان يتقدم مع مزون محمد بسهيل بن عويضان العامري على خامس المراكز. من الجانب الآخر تتقدم نوايا أحمد بن سالم بن دري تأتي في هذه اللحظات، وعادت إبعاد عادت مكتوم بن الشيب السبوسي، تحركت مشاهدينا متابعينا الكرام حزام القابات واتجاهنا إلى لوحة الاثنين كيلومتر، اتجاهنا والحنا الميدان على اليسار، يلف الميدان رويدا وينحني، وبعد ذلك اتجاه مباشرة، ولكن لا زالت المسافة تحتاج للركود، تحتاج للتهني، تحتاج لعدم الأوامر، ولكن شوف 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 الأصايل. يا سلام، القبيسي هملولة، سيف بن أحمد بن بطي القبيسي يتقدم، ولكنها عادت وانطلقت إلى مقدمة الشوط. إبعاد مكتوم بن الشيبة السبوسي تتقدم بالمركز الأول، تروح مع ناموسي هذا الشوط وبأداها الجميل بدون أوامر، عروضها تلقائية، غيرت إلى المقدمة، تحركت بعد مقطعة تقريبا 6 كيلومتر.
ما شاء الله زادت وبدلت على المركز الأول مكتوب برشيبة السبوسي من الشعارات الجميلة التي تقدم في عالم الأصايل، وحريص الشيب السبوسي على هذا الموقع وهذا المكان بدعمه لانطلاقات وتحديات ومسار هذه الأثار الحاضرة. يا سلام المركز الثاني هملولة، عملولة في المركز الثاني، سيف بن أحمد بن محمد بن بطيل القبيسي على المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد في نوايا أحمد بن سالم الدري الفلاحي، وكذلك تواجد مزون محمد بسيل بن عويضان العامري. يلا 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 يا الأمور، يلا حرك يا محرك، حرك يا محرك. مكتوم بن الشيب السبوسي وسيف بن أحمد بن بطيل قبيسي وأحمد بن سالم بن دري الفلاحي. الله، ثلاثية ما بين هاي الشعارات، ثلاثية والفوز الظاهر أنه ثلاثي ما بين الثلاث المراكز الأولى. أبعاد أنت ولا قريبين، مكتوم بن الشيب السبوسي وهملولة على المركز الثاني، ولكن راحت نوايا اللي انطلقت على المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، راحت نوايا أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، شعار الشبلة الذي ينطلق مشاهدينا الأعزاء بهذه الانطلاقات يأتي في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نروح مع المركز الأول. سيطرة كاملة، غيرت بالمركز الأول، خلاص زاخر مشاهدينا الأعزاء مع نوايا اللي انطلقت بالمركز الأول. وأهالي الروضة في زاخر هناك مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات. هذه نوايا أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانفراد، والتهنية الأولى لسالم بن حمد بن دري الفلاحي الداعم لهذا الشعار. أبو حمد يستاهل الفوز والناموس، تهانينا على هذا الفوز أحمد بن سالم بن دري الفلاحي على فوز نوايا وأداها الجميل والرائع والانفراد في الأمتار الأخيرة، والسلام لأهالي الروض، السلام على هذا الفوز والناموس الصباحي. بينما وصلت في المركز الثاني في الأمتار الأخيرة هذه غزر لعلي بن حمود بن علي الظاهري، والمركز الثالث ثالث المراكز هذه لسعد بن طالب بن محمد بن شريم المري اللي وصلت في المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع أبعاد المكتوم بن الشيب السبوسي. المركز الخامس لأحمد بن سيف بن أحمد بن بطي القبيسي في المركز الخامس. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط. نوايا قدم التوقيت ممتاز، 12 دقيقة 56 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا وناموس لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي وسلام عناوي صباحي جميل. بينما في الأمتار الأخيرة اللي وصلت المركز الثاني 13 دقيقة وثلاث أجزاء من الثانية اللي أتت غزر لعلي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري، بينما المركز الثالث 13 دقيقة وثمانية أجزاء من الثانية في ثالث المراكز اللي هي انذار لسعد بن طالب بن محمد بن شريم المري. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس.